مرة تانية. ومن ضمن الحاجات المهمة جدا جدا في وجه المرأة حكاية التجاعيد، والموضوع اتضح ان هو مش بس ليه علاقة بالسن، لا ليه علاقة كمان بالحالة النفسية للمرأة تحديدا، ومش للمرأة، المرأة او الرجل، لانه كل ما الحالة النفسية او الضغوط بتزيد احنا بنكشر كده، فاكيد التجاعيد بتزيد. فالنهارده هنتكلم عن التجاعيد اللي ممكن تكون بتعاني عدد كبير من السيدات حتى في سن مبكر. وكالعادة بيكون معانا دكتور منير ويليام، كبير جراح التجميل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ انا ويا دكتور، حكايه التجاعيد دي زادت جدا جدا، والشكوى منها كثرت وحتى في سن صغير. اولا كده يا دكتور، اكثر الاماكن في الوجه بتبقى فيها تجاعيد كتير، واسباب التجاعيد دي؟ هو الحقيقه لو رجعنا لاسباب التجاعيد هنلاقي فيه عوامل كثيره جدا. سيادتك قلتي عوامل نفسيه وضغوط نفسيه موجوده، ماشي، لكن في حاجات تانيه، في عوامل وراثيه. يعني ممكن تبص تلاقي في عائلات تتميز ان الوجه صبوح وعمرهم ما بيشتكوا من علامات الزمن ولا التجاعيد، وفي علاج تانية بنسبه صغيره كتير بتظهر علامات. ايضا بعض الامراض، يعني في لو الانسان مصيب بامراض هو صغير زي بالهرسيا مثلا او الضرن او الجذام او الزهري، ممكن تبص تلاقي علامات الزمن ابتدت تظهر بسرعه. ايضا دي كلها حاجات بتبقى بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان مقدره الخلايا على الحصان بتقل. والحاجه الثانيه ان بيحصل تفسيد لبعض المواد. على سبيل المثال مثلا مع تقدم السن بنبص تلاقي الكالسيوم يترسب مثلا في المفاصل وفي العظام، تلاقي الكوليسترول مثلا بيترسب في الاوعيه الدمويه، تلاقي الدهون تبتدي تترسب على جدار بعض الخلايا الدهنيه وتبقى فيها مشاكل معينه. دي تغيرات بتحصل. تبص تلاقي النهايات العصبيه اللي موجوده في الجلد المسؤوله عن الحراره، المسؤوله عن الضغط، المسؤوله عن البروده، دي تبتدي تفقد كثير من قوتها. ايضا الاعصاب تبتدي تقل، يحصل تصلب في الشرايين. كل دي تغيرات بتحصل تبتدي تظهر بيها العلامات. حضرتك قلت لنا قبل كده ان البشره كمان انواع والوان، فهل ليه علاقه كمان يعني مثلا البشره البيضه اكثر ميول التجاعيد او البشره السمراء؟ هو بالظبط لو قسمنا انواع البشره، في البشره الدهنيه دي اكثر بشره تقاوم تجاعيد الزمن. كويس قوي. والبشره الجافه اقل بشره ممكن تؤلم، لكن وان كانت البشره الملطخه اللي هي نوع معين من انواع البشره. انها دهني واجزاء جاف. بالظبط. الحاجه الثانيه سيادتك زي ما قلنا بنقسم درجات الجلد الى 6 درجات. فالدرجه نمره 1 اللي هي البشره البيضاء دي اكثر بشره تظهر فيها علامات الزمن وتجاعيد الزمن. غير البشره السوداء الزنديه اللي هي اكثر بشره تقاوم علامات الزمن. طيب بالظبط. انما لو اتكلمت عن المساس الاماكن اللي سيادتك قلت فيها، فالوجه مليان اماكن جديد جدا، ودي ممكن تكون المدخل بتاع الحلقه. يعني بنلاقي على جانبي العين حاجه تشبه المروحه او رجل الغراب، التكشيره اللي موجوده في النص على هيئه 111 او 11 بس من غير واحد ثاني، العلامات اللي بتظهر في الجبهه، ايضا الخطين الكبار قوي اللي بيمتدوا من الانف الى الشفاه ويمتدوا الى اسفل مع تقدم الزمن، ممكن نلاقي برضه الخطوط موجوده في الذقن وفي الرقبه وهكذا. كل مكان في الوجه ممكن يكون معبر وتبتدي تظهر فيه علامات وتديني سن معين. طب لسه ندخل على طول على طرق العلاج، لان عاده احنا الوقت ما بيكفيناش ان احنا نتكلم على طول. اظن يا دكتور طرق العلاج كتير قوي، بس يمكن من اشهرها دلوقتي وزي ما بيقولوا بقت موضه الفيلر، او اللي هو بنملى بيه التجاعيد. هل ده كلام مظبوط ولا تعددت الانواع؟ وانا كويس ان احنا نتكلم النهارده عن حاجه زي كده. الفيلر فيه عباره عن مواد اساسا بتكون في البدايه كانت كولاجين. وبعد كده هو اتطورت وابتدوا يستخدموا نوع معين من انواع السكريات، نوع معين من البولي سكرايد. واتطورت بعد كده نوع من الاحماض، حاجه اسمها هيالورونيك اسيد. دي كلها اسماء كيميائيه، اسامي كبيره، لكن مش بنقصد الاسم الفلاني. الحقيقه عشان ابلى الفيلر فلازم اكون عارف واميز انا هحطه فين. الفيلر بتملى الوش من اول الجفن السفلي الى الاسفل. ما اقدرش اقول في فيلر موجود في ال 111، ما اقدرش اقول في فيلر موجود في جبهه الاجنب. انما اللي موجود في المنطقه العليا اللي هي الجبهه لغايه رجلي الغراب او المروحه الموجوده في جانب العين، ده ماده من المواد اللي هي بتعمل شلل للعضلات بحيث انها تظهر تخفي هذه الخطوط. يبقى احنا لازم نميز بين المواد الكيميائيه او الادويه او العقاقير اللي اساسا بتشل عضلات موجوده اعلى العين في جانبي الوجه عشان تشيل الخطوط الموجوده، وبين الفيلر اللي بتملى الساحه. يعني واحده خدتها طائف بنقدر نديها فيلر يملى الخد. واحده الاخدودين دول طائفين بطريقه معينه ندي فيلر يملى هذا الاخدود. طبعا زي ما قلت شاتك الفيلر تطورت وخدت وقت، لكن احنا من خلال تجربتي بنقول ان الفيلر دي حاجه ما بتزيدش عن من 3 شهور لغايه 1.5 سنة. لكن يعتبر احسن حاجه في الفيلر ما نقوم بيه في جراحات التجميل اللي هو حقن الدهون. حقن الدهون ده نوع من انواع الفيلر، ما
بس بناخد دهون من جسم الانسان ونركزها بطريقه معينه ونملاها في الجسم بطريقه تانية. فدي تعتبر القمه بتاعه هذه الدهون اللي هي بالنسبه للسلف. لكن الحاجات التجاريه الثانيه لازم نكون صادقين مع المرضى بتاعنا. دي تقعد 3 شهور، دي تقعد 6 شهور، دي تقعد سنه، دي تكلفتها عاليه بطريقه معينه، دي ممكن تعمل رياكشن في الجسم والجسم يتفضل. يعني ان شاء الله حضرتك تقول لي مناطق معينه من العضله. بالظبط، ده الكلام اللي احنا نقدر نتكلم. طب دكتور ايه يعني ايه مضادات اكسده وبرده مدى فايدتها للبشره والتجاعيد؟ الحقيقه انا سعيد جدا بسؤال بتاع مضادات الاكسده. انا علشان اقرب مضادات الاكسده هقول لسيادتك، مثلا لو جبنا تفاحه او قطعه من البطاطس وقطعناها وسبناها في الجو اللون بيتغير. مضادات الاكسده بتبقى عباره عن المواد اللي في جسم الانسان اللي بتمنع التغيير بتاع هذا اللون. فهي موجوده عباره عن فيتامين ألف، فيتامين ه، ايضا عباره عن الكوبالت، عباره عن الموليبدنم، بعض المعادن النادره موجوده في عقاقير معينه. احنا الحقيقه دي ليها دور فعال في مقاومه الزمن، ولكن الاكثر منها ليه دور ضار، يبقى لابد انها تؤخذ تحت اشراف طبي. لكن هي من الحاجات اللي طلعت موضه في وقت من الاوقات ولا زالت موجوده، واساسا بتقلل نسبه الاختزال او بتكون في داخل الخليه لما تتحرق حاجه تسمى الفري راديكال. الفري راديكال مواد مؤكسده، مواد ضاره في جسم الخليه، ممكن تكسر الخليه، ممكن تكون ضاره للخليه. مضادات الاكسده بتقلل تماما من هذه المواد الضاره. دي عن طريق الحقن يا دكتور ولا بتتاخد ازاي يعني؟ معظمها بيتاخد عن طريق راس او كبسولات عن طريق الفم، ودي حاجه تعتبر من الحاجات الجميله جدا، ولكن دايما الوقايه خير من العلاج يا استاذ، زي ما احنا بنتكلم في حلقاتنا دايما. يعني الخضروات الطازجه اللي فيها فيتامين ألف دي احسن كتير قوي من ان انا اخد عده كبسولات. وايضا الفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين د المسؤول عن الاوعيه الدمويه دي اكثر كثير من ان اخدها عن طريق اقراص او عقاقير او حاجات زي كده. والضحك بقى يا دكتور والابتسام يعني على الاقل يعني يفرد الوش شويه ولا ايه؟ لا طبعا ده الاساس، ده سر الحياه في الضحكه زي ما كاتب بتقول بالظبط. تمام يا دكتور. الانواع الثانيه سمعنا كمان او يعني خبراء التجميل دلوقتي لو سميناهم كده، من ضمن الحاجات استعمال الحرير في التقليل من التجاعيد او الاهتمام بالبشره، هل الكلام ده مظبوط؟ انا الحقيقه لما سمعت يعني قلت لهم ازاي ممكن، انا افتكرت ناس بترسم على الحرير الحقيقه، انا ما تخيلتش الفقره كده، لكن سمعت ان الحرير نوع معين منه بطريقه معينه ممكن تفسد البشره او تديها صحه. معلش احنا نكون صادقين، الجلد بيتكون من ايه؟ بيتكون من طبقه خارجيه اللي هي البشره وطبقه داخليه اللي هي الادمه. اي مشكله في الادمه لا يمكن اي عقار او اي دواء يتعامل معها، لابد من جراح يدخل يتعامل معها. يبقى احنا بنتكلم على البشره. البشره دي طلعت فيها مضادات كثيره جدا. الاول كنا بنقول مثلا عن الصنفره عن طريق الصنفره الكريستاليه. الصنفره الكريستاليه ده عباره عن ايه؟ عباره عن رمل بيجي على الجلد يعمل احتكاك علشان يساعد في تنعيم البشره. بقت وبعدين ابتدى بالظبط كنوع من انواع السكراب، وانتهينا من هذه الانواع من انواع الصنفره. رجعت بعد كده موضه ثانيه يقول ان احنا هنستخدم حرير والحرير ده يتعامل. كل هذه هي عباره عن مواد تتعامل مع الطبقه الكيراتينيه الخارجيه علشان تشيلها. الحقيقه دي تاثيرها محدود، بيقعد 24 ساعه لغايه 48 ساعه وبعدين ترجع البشره كما كانت. لازم نكونوا صادقين مع الناس، ولكن ياما هنسمع مضاد، المره دي حرير والمره الجايه هتبقى صوف والمره الجايه هتبقى قط هتبقى مشكله. دكتور منير ويليام كبير جراحي التجميل، بشكر حضرتك يا دكتور، وطبعا استفدنا كتير اكيد. سيدتي احنا لسه معاكي ومعايا دلوقتي فقره هيكون في الصالون ان شاء الله نحو حياه افضل، لكن هنروح للفاصل ده ونرجع.